حسن، خبر شنو؟ كيف؟ مية مية يا عمك. اه صاحبي، اها، قررت تخش معانا في المجاره خدي؟ معلم انا بحنش فيك، بقول لك علمني الشغله دي، انت بقى تعلمني اياها. الشغله دي واضحه، عايز اخفه في اليدين، ها؟ عايز بصيره كده فاتحه، عايز كده الزول يكشف للزول ده شايل سمينه، جدولانه كده مليان، ده مليون، ده 2 مليون، ده 3 مليون، بعدين شنو يا حبه؟ لازم قوه قلب. يا معلم انا الحركه دي عملتها قبل كده في حفله كده، اوب رج شبتوني. ثبته؟ القبضة ليها، انا دقيت اكثر من الدلوك يا معلم. ساعدها بجكة، ها؟ ساعدها بجكة كده شنو طوال تقول انا يدي كده بس يا دوب ما اديها الرج. بس توني يا معلم. عارف الرج دي معناها شنو؟ اها. انت حتكون في الرج. يا معلم انا عشان ما اخش الرج انا دايرك توريني شنو الواحد كيف. اول حاجة شفت يدينك الاثنين دين، اصابعينك دي اهم حاجة. لو حتى انت قاعد في البيت تكون شغال كده. شك 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 يا معلم انا دار اسرق ولا دار اعزف اورجن يا معلم يا. يا انت جاسم يا معلم تجرب كذا شنو بعدين اي دور في البيت لقيت عنده حمراء زرقاء شك 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 تكون زي ما قلت الخياطه حمراء في بيت ناس عشان تبقى معلم يا حمراء في بيت ناس منو؟ حمراء في بيتكم ذاته يا معلم بيتنا ما فوق اي حمراء آه. والله يصفروا في بيتنا ما فوق والله لو عندكم حمراء كان خشيتوا معانا السوق يا ما اقول اقول لك حاجه هاي. انا عندي اخويا الكبير كذا جاسف كده لحد الان دول الاوروبيه نشال محترف كلهم عشان تكون معلم لازم تدخل معايا السوق انا خشيت خش معايا السوق ده كده تك 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 اقول لك ده عنده سمينه ده مسكين ده شيل منه ده رجع له بعد شنو الطياره تشك الجنباويه رج الموس شت معلم البنزين شف تولي كده في اي حاجه شفت شنو اي حاجه طيب ما تدخل ولدك في الحنك ده عشان شنو الواحد طريقه يسلك يا جاهز انت انا فل اقول لك حاجه هاي. اول فاره يجي كده ماشي انا بدخلك معاه في شغل انت جاسبه انا بخلق لك معاه وهمه يا سلام وهمه هاي. قول وهمه وهمتين شايف الفاره ذاك ارى عليهم ابقى ماري اخوانا الشوارع اللي قلت ما تعرفوا تمشوا فيها ولا شنو؟ معليش معليش ها؟ معليش يا شيخ شنو يا اخ؟ معليش تفضل يا حبيبي مالك يا اخ بتخلق زحمه معليش ها؟ شلت السمينه؟ معلم معلم انت ما شلتها؟ اشيلها كيف يا صبري يا معلم انا ما خليته ليك يا صبري انا قلت لك راح كيف انك تشيل السمينه وتبقى معلم؟ تقول لي اشيلها انا؟ يا معلم انا خليته لك عشان تجاسب انت يا اخي انا مش قلت لك راح خدها كفاره اي يعني ما شلت السمينه انا ما شلتها قالك انت اللي بتشيلها معي اقول لك حاجه انسى ده كله يا اخي انا خلاص راسي قفل نمشي نتصل على الجاغوم ونمشي ها صبري اها موبايلي جزلاني حرامي